بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وطبعا ألف مبروك لكل الناجحين في الثانوية العامة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على كل الأنحاء. في كمان النهاردة ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس. كمان في نشاط للرياح ببعض المناطق. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة معنا دلوقتي على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني يمكن هو الطقس اليومين اللي فاتوا كان أفضل شوية من الأسبوع اللي فات، ولكن لغاية إمتى هتفضل يعني موجة الطقس الحار مستمرة معانا ولا هتنتهي قريب؟ احنا بالفعل بدأت درجات الحرارة من بداية الأسبوع ده تتحسن بشكل كبير عن الأسبوعين الماضيين. بدأنا نسجل قيم درجات حرارة منخفضة، لكن طبعا استمرار لارتفاع نسب الرطوبة، نسب الرطوبة مرتفعة في الجو، فعشان كده هي اللي بتخلينا نحس إن الأجواء ما بين الحرارة الرطبة أو شديدة الحرارة الرطبة، لأن احنا نعتبر في ذروة فصل الصيف، خاصة كمان إن احنا شهر 8 بيبقى في ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، بنقول عليه فصل الصيف بسبب الارتفاعات الكبيرة في نسب الرطوبة، فاحنا لسه مكملين في الأجواء دي على مدار شهر 8 اللي احنا رجعنا الاجواء الصيفيه المعتاده، جو الصيف المعتاد اللي تبقى درجات الحراره فيه حول المعدلات او اعلى من المعدلات مع ارتفاع نسب الرطوبه، لان احنا لسه متاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي اغلب الاحيان بيكون معاه كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، فبتحمل بكميات كبيره من بحار الميه، فده بيؤدي لارتفاع في نسب الرطوبه، واحيانا بتتجاوز ال 90 وال 95% على المناطق الساحليه، بتتجاوز ال 85% على القاهره الكبرى، وهي دي اللي بتخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى عن قيم درجات الحراره المسجله او المتوقعه في الظل بحوالي 3 لـ 4 درجات. يعني احنا النهارده متوقع عظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، نحسها لو تكون 39 او 40 درجه مئويه بسبب وجود نسب رطوبه في الجو، لكن انخفاض قيم درجات الحراره لان احنا بنتاثر في طبقات الجو العليا بوجود امتداد لمنخفض جوي، المنخفض الجوي ده ادى لانخفاض درجات الحراره، وكمان ما بيخليناش نحس بشكل كبير بنسب الرطوبه لان بيوزع الرطوبه اللي موجوده في عمود الهواء ككل، فبالتالي اجواء اليوم هتكون اجواء شديده الحراره رطبه على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء، اجواء حاره رطبه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس ايضا بدات درجات الحراره الصغرى تنخفض، بدانا نحس بنسبه هواء لطيفه كده فترات المساء وساعات الليل، لكن لسه مكملين برضه في الاجواء المائله للحراره الرطبه فتره الليل في معظم انحاء الجمهوريه. الاجواء دي على الاقل مكمله معانا على مدار هذا الاسبوع، يعني احنا على مدار هذا الاسبوع متوسط درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى في الظل ما بين 36 و 35 درجه مئويه، مع بدايه الاسبوع اللي جاي يوم السبت ممكن ترتفع بحوالي درجه وتكون 37 درجه مئويه، لكن هي الاجواء الصيفيه المعتاده واللي زي ما قلنا متوقع ان هي ممكن تكمل معانا على مدار شهر 8، مع بدايات شهر 9 يبدا يتراجع منخفض الهند الموسمي تدريجيا، ويبدا ان نبدا احنا نحس بنسب رطوبه اقل وتدريجي درجات الحراره بتبدا تنخفض لان احنا خلاص بنبقى بنقترب من بدايات فصل الخريف. تمام. طيب هل في ارتفاع لدرجات الحراره تاني خلال هذا الاسبوع؟ خلال هذا الاسبوع مش هيكون في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، يعني احنا بنقول متوسط درجات حراره على القاهره الكبرى في الظل ما بين 35 36 محطوطه ما بين 38 و 39، مع بدايه الاسبوع اللي جاي هيكون في ارتفاع في درجات الحراره لكن مش هيكون ملحوظ، مش هيكون بالشكل اللي احنا شاهدناه خلال الاسابيع الماضيه، لكن هو وارد ان تتكرر موجات شديده الحراره ويحصل فيها على مدار الشهر على مدار الشهر كله، لكن ان شاء الله تكون مدتها مده قصيره، يعني تبقى 3 4 ايام ما تطولش معانا زي الموجه اللي فاتت، بس مهم جدا بس ناخد احتياطاتنا بالشكل الكبير طبعا. واهم احتياط دايما بنقوله فصل الصيف ان احنا نتجنب اشعه الشمس المباشره بقدر الامكان فتره الظهيره من 12 الظهر لحد 4 العصر، لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع في الوقت ده لازم يكون معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، وطبعا عدم الوقوف تحت اشعه الشمس لفترات طويله، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، لسه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، وكمان طبعا نرتدي الملابس القطنيه الفصاده فتحت اللون، بالاضافه كمان بقدر الامكان نتواجد في اماكن جيده التهويه، ده ممكن يساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه وارتفاع درجات الحراره. أكيد طبعا. وبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
القاهرة درجة الحرارة العظمى 36، الصغرى 25، وهي أيضا نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 36-25. الإسكندرية 33-23، أيضا في العالمين الجديدة 33-23. مطروح العظمى فيها 31 والصغرى 22، ودمياط 32-23. بورسعيد 33-23، والإسماعيلية 37 والصغرى 25. نروح للسويس، هنلاقي درجة الحرارة العظمى فيها 36 والصغرى 25، والعريش 32-24، كاترين 33-18، وطوبة 36-25، حلايب 36-30، شلاتين 39-29، شرم الشيخ 39-29، والغردقة 38-29. في الفيوم العظمى 37 والصغرى 24، وبني سويف 37-24 أيضا. في الوادي الجديد 42-25، وأسيوط 39-25، سوهاج 40-25، وإنا 42-26، الأقصر 41-27، وأسوان العظمى 42 والصغرى 28. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، عودة مرة أخرى لباسانت واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، وطبعا عودة ليك يا باسانت أخبار النهاردة. نشكرك، شكرا ليك يا هالة.